انا قبل شويه قلت لك يعني نحن من 2019 الى الان نقول حريه وتغيير، بيقولوا الازمه بدات 25 اكتوبر. ليه؟ لانه بس دايرين يحلوا لهم عقده 25 اكتوبر دي ويرجعون. فده الموضوع كده. الحزب الشيوعي بيفتكر انه لا لا، اصله المسرح ده يكون هايج كده. الحزب الشيوعي ده انا قاعد اصفه منه خراب المناسبات، اي حاجه تتلم هو يخربها. ده مشروعهم هم، عندهم هيجي يحكم الناس يقولوا النظريه الماركسيه، ولينين قبل 300 سنه قال وفي حاجه اسمها ثوره البوليتاريا، وفي بوليتاريا اصلا يقولوا يسموا روحهم ثوره بوليتاريا. ده كلام، ده كله عايشين في صيغه سياسيه واحده. شوف السودان ده سي يعني ما محظوظ كيف. طيب البرهان فرج عن روحه ازمه الضغط العسكري في 25 اكتوبر، ودى ده للمعتقل. الان البرهان حس انه والله يا اخي طالما هو نزل ده من ظهره يواصل القصه دي، لكن هو غير ما يشعر اعاد ملء الكوب بالاسم من جديد، اللي هو الفراغ الحاصل ده، البهتان الحاصل في جسم الدوله ده. يا اخي معقول انت رئيس مجلس السياده وعندك زول اسمه نائب اسمه حميدتي ينظم في كل شيء، ينظم في المينا والضرائب والتهريب، تحصل كارثه اللي بتحصل في النيل الازرق دي، واحد فيكم ينظم ما في؟ واحد فيكم يتكلم ما في؟ تراق الدماء بالصوره ما حصلت في تاريخ السودان بالصوره العجيبه دي، ودماء تراق بين مكونات اهليه، مواطنين ومواطنين اثنياته. انت رجعت السودان خلال الثلاث سنوات دي، رجعته لعصور سحيقه، رجعته الى ما قبل الدوله السيناريه. الدوله السيناريه كان فيها كيانات متطوره عن جسم القبيله. الدوله المهديه جات وسعت هذا الاحتواء، وسعت اطار هذا الاحتواء الى ان استقامت الدوله السودانيه. نعم. الان نحن ناجي كنا بنسمع نقول الهوس عندهم حشد ضد الفوج، والفوج عندهم والنوبه عندهم حشد ضد المسيريه، والمسيريه عندها دي المناطق كانت تمثل اسهى صور الالتحام الاثني السوداني. مناطق ودي قبائل كانت من الطف القبائل، ما معروف عنها قبائل النوبه وقبائل الهوسة. سمعت بهم قبل كده نازل في دم شكل ساكنة في شارع تشاكلو ده، لكن نتاج لغياب الدوله شكله وملمح الدوله المركزيه. اصل الناس دارين يجوا يقولوا والله الحكم المدني، وين هو في دوله اصل الان؟ يبقى حكم مدني حكم ما مدني؟ وين هي الدوله ذاتها؟ الدوله ما قادره تبكي، ما قادره تبكي على الدم البيوراق في النيل الازرق ده، وما قادره تبكي على الدم البيوراق في لقاوة ده. ده يجوا يقولوا دي مدنيه، انت كان يجيبها بعدك شلخها، بعدك جيبك وقفها قدام الناس، بعدك اعمل لها شلوخ ولا اعمل لها وشم. وين الدوله ذاتها هسه الان؟ وين نعم. الدولة؟ وين نعم. الأحزاب السياسية يا ناجي؟ نعم الأحزاب وين ناسي في المشهد الحزاين الجنايز السوداني ده؟